السلام عليكم أحبابي، وأهلا وسهلا بكل ضيوف مطبخي الغاليين. اللي بتابع اليوتيوب بشوف أكثر من 100 فيديو و100 طريقة لتحضير عجينة الكرابيج والمعمول والأقراص بعجوة. شي سميد طحين، شي سميد ناعم مع سميد خشين، وشي على طاقة طحين، يعني بتشوفوا طرق مشكل ملون، وكل الشافية اللي منشوفهم بقولوا بتطلع عجينتهم منظومة نظم. الله يلبسهم العافية ويفتح عليهم. اليوم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا بدي أعمل معمول على الطريقة الكلاسيكية مثل ما كانوا يعملوه أهل أول، وتعملوا نانتي ونانتك وأمي وأمك الله يرحمهم ويخلي الطيبين منهم ويرحم أمواتنا أجمعين، مع أثر التعديلات بسيطة بتشوفوها خلال التحضير. المكونات كتير بسيطة، كيلو سميد زيرو، هذا بجي ناعم كتير كتير، يعني أخشى 10-11 من طحين الفرخة الأسمر. 450 جرام سمنة، هلأ أهل أول كانوا يحطوا 400 جرام سمنة لكل كيلو سميد، هاي وقت كان السمن صحي سمن وكله حيواني ودسم وشي نظم. أنا زدت لي 50 جرام لأنه سمنتي نباتية، قلت خليني أتقل العجينة أترى. كاسة حليب كبيرة، ممكن تستبلوا الحليب بالمي ما ليشي، وخصوصي إذا استعملتوا سمنة طيبة. معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة محلب بيعطي ريحة ونكهة كتير طيبة للعجينة. المحلب هو لب عجوة الكرز البري، منجيبه صحاح ومنشيله بالفريزر مشان يضل محافظ على خواصه العطرية، ومنطحن منه أول بأول حسب الحاجة. لعشوة المعمول بلزمنا فستق حلبي حصرا، هذا الفستق شلته من سنة الماضية خصوصي لحلو العيد، الله يجيب علينا بالخير والبركة والفرج إن شاء الله. كل كيلو سميد بحتاج حوالي 400 جرام فستق، أنا حطيت 200 جرام لأنه بدي أعمل نص العجينة معمول والنص التاني كرابيج محشية بالجوز. هلا منبلش تحضير العجينة. دوبت السمنة على نار وسط وخليتها لحتى تسخن بدون ما تغلي وتحمى وتطلع منها لهبة، يعني بس تسخين. ضفت على السميد معلقة السكر ومعلقة المحلب المطحون، عملت تخليطة صغيرة. هلأ منضيف السمنة المدوبة على السميد ومنحرك أول شي بالمعلقة لأنه السمنة تكون سخنة. شي من بردة الخلطة أترى، منبلش بقى منفرك السميد مع السمنة بإيدينا. هالمرحلة اسمها بس العجينة. أيام أولي كانوا يعملوا كميات كبيرة، يعني نانتي تعمل لها 5 كليات سميد تبقى طالع من الأبو لقن النحاس الكبير وتبس العجينة فيه بإيديها التنتين، وما ترضى الله يرحم غيرها حدا يشتغل بهالشغلة. المهم تضل تفرك بهالخلطة لتتوزع السمنة على كل السميد. خلصنا بس العجينة، منغطيها ومندشرها من المساء لبكرة، يعني بدك تقولوا حوالي 12 ساعة أكتر أقل ما في مشكلة. كل ساعتين ثلاثة بنعمل فركة خفيفة للعجينة. هاي صرنا بتاني يوم. صباح الخير حبايبي، ويسعد لي هالصباح يا رب. شايفين شلون تشرب سميد كل السمنة؟ هلا بقى منضيف كاسة الحليب شويات شويات ومنخلط المكونات على الخفيف بطريقة اللم والردم مثل ما لكم شايفين، يعني ما بنعجن هيك دهك ودعك مثل ما بنعجن عجينة السمبوسك، لا، لأنه بصير لها شدة للعجنة. شوفوا بلشت تتماسك العجينة وتصير هينة التشكيل. الأحسن بعد إضافة السوائل إن كان حليب أو مي نتركها كمان شي ساعتين الأخر قبل ما نشتغل فيها. طحنت الفستق نص طحنة بالشوبك، طبعا ممكن دورتين ثلاثة على طاحونة الكهرباء ما عليه شي، المهم ما يصير ناعم كتير، يعني نص طحنة. أهل أول كانوا يحشوا المعمول بالفستق الصحاح، يحمصوه تحميصة خفيفة ويحشوه على حاله بدون تكسير أو طحن مع قطرة سكر بودرة. هاي الفستق تنقع مترة، بضيف له معلقتين سكر مطحون
معلقتين قطر سميك وبارد، ومنخلطهم شي يمسكوا على بعضهم. إذا ما مسكوا وضل الفستق مفرفط منحط كمان تنقيطات قطر لوقت ما يكمش على بعضه. منضيف كمان معلقة سمنة صغيرة وكمان منخلطها مع الفستق. طبعا إذا كانت السمنة عربي بتعطي نكهة أطيب وأطيب للحشوة. شكلت الحشوة حسب حجم القالب يلي راح أشتغل فيه. مضى ساعتين على تريح العجينة بعد ما ضفنا لها الحليب. هلأ منرد منعمل لها عركة خفيفة لطيفة. إذا شفتوا العجينة عم تفرط وما مسكت على بعضها، عملوا لها كم تقليبة بطريقة اللم والردم لتمسك على بعضها، أو ديروا وتش واحد على الماكينة على الشفرة الوسط بمشي الحال بتشتغل. بس كتير كتير مهم إذا درتوها على الماكينة تخلوها تبرد للعجينة قبل ما تشتغلوا فيها، لأنه احتمال تعذبكم بالتشكيل وخصوصي إذا عم تشتغلوا بطقس شوب. شايفين؟ مسكت على بعضها منيح وصارت سهلة التشكيل وهايرة لنحشيها ونشويها. هذا قالب المعمول الخشبي الكلاسيكي، لبسته بجرابة نظيفة لحتى يسهل علي تشكيل المعمولة وتنزيلها من القالب بدون ما تلزق وتلوشني. وميزة الجرابة انه بتحافظ على رسمة القالب، مو مثل اذا كيس او غير شي. هلا اذا استعملتوا قالب بلاستيكي بجوز ما يحتاج الامر لجرابه، جربوا شقفة من العجينه قبل ما تحشوها وشوفوا اذا بدها تلزق بالقالب ولا ما بدها تلزق. ناخذ من العجينه شقفة مناسبه لحجم القالب اللي عم نشتغل فيه وبنحسب حساب انه نحط فيه حشوه. تفضلوا تابعوا الفيديو وشوفوني شلون حشيت المعمولات. كمية الحشوة حطوها على كيفكن، بدكن ياها كتيرة قليلة انتو تحكموا بالموضوع. انا جخيت بالحشوة مشان التصوير، بدي المعمولة تطلع شغل تقايل. بزمان وايام وقفات العياد كانت نانتي تخصص نهار منه ليلة شغل الحلو، تمس العجينة قبل بيوم وتاني نهار تجمع خالاتي بقوط البركة يمدوا نايلون كبيرة على الارض ويلا. وحدة تقطع العجينة شقف شقف، وحدة تحشيها، وحدة تحطها بالقالب وتدقها وتحطها بالصاج الاسود اللي كانوا يجيبوه رجال من الفرن. يبقوا خالاتي عم يشتغلوا بالحلو وهن مبسوطات، هي عم تقول نكتة، هي عم تغني غنية، هي عم تشلف شلية. يبقى الوقت يمر هيك بدون ما يحسوا، لا في موبايلات تلهيهم ولا في تلفزيون مفتوح 24 ساعة، بخلص مسلسل بلش مسلسل. كانوا من المساء للمساء يخلصوا شغلهم ولي على قلبي ويتسلوا بقى بالفرجة على التلفزيون وبيديهم صياغ صوف أو مخرز أو عم يشتغلوا كنبة. هلا انا اشتغلت بنفس طريقة نانتي من عدا البركة على الارض، لانه اذا ما راكت على الارض من جنيء ما بشيني. اخ يا مش قد صايرة للشي. خلصت حشوة الفستق واستهلكت تقريبا تلت العجينة، الباقي بدي اعمله كرابيج محشية بالجوز. هلا بنخبز المعمولات بالفرن المحمى سابقا، ما حطيت الصاج على قاعة الفرن مباشرة، رفعته شي 5 سنتي وشعلت عليه من فوق ومن تحت. طبعا ابو عبده جنبه وعينه عليه. خبيز المعمول ما له وقت محدد لانه حرارة كل فرن تختلف عن التاني. المهم بس اخذ شفة حمار خفيفة منطلعه فورا بكون انشوى ومشي حاله. وهي معمولاتي انشووا شي نظم نظم. إلهي عبال كل سنة يا أبو عبدو، والضر رايح الخبيز فايحة بالبيت يا رب. هلا باقي العجينة رح أحشيها بالجوز وأشكلها على قالب الكرابيج. هذا تقريبا ربع كيلو جوز كسرته، حطيت له معلقة سكر مطحون، نص معلقة قرفة، ما بدي معه شي تاني أبدا. كمان بنفس الطريقة أخطط قطعة عجينة حشيتها بالجوز، سكرتها وشكلتها على القالب بنفس طريقة تشكيل المعمول، وبخبزهم بنفس طريقة خبيز المعمول.
وهي الحلو خالص، تفضلوا عايدونا ودوقوا المعمول والكرابيج من دياتي ويا ميت، أهلا وسهلا بالجميع.